قدومي عجبت ودنيك حورين توقديني يا دكتور عبد الرحمن شيخ محمد مهدي مادي او ورباهين تافكا اوروكا كوهاد الشاكولاها اللي حفيزكا مقالادا جيكجيكا ايا كلمادا مقى ميسان لأجيه دي شعبكا صوماليدا وقاديني ايا قودهان بشعبكا صوماليادا يكودغان عالمكا قدومي عجوحوها القمع عبد الرحمن شيخ محمد مهدي ايا ووهرين كشيكي قيب كميد اها مرحلات دي اساسكي اوروكا جوحو ايو سويالكي تاريخياد الا صوماري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان سلام يا دمان شعبك الصومالي دول دين الصومالي يد كوجيس كافريكا كنول يدنا دعالة ذا إن ما أنت فرصدا وحان جعلها هنا كجهلو حالها جود جبهة إيوم والحالة ده عن مرة إنه صار الله صعوتان جبهة ودني حرينتي وقاذية وحالها أساسا يكون يسقال بقول سديتني أفرتي وجدد الله أساسا وحياة هيد إن شعبك الصومالي يد الدجان كان إيتوبي كوز جرا إني وهل جنت حق هذا عيا كتشجع حق هذا نال حق هذا هرمرند حق هذا حريدت إن هل جن كاسو مرحلة بمن بصام مري إن كوني سجال بقول إستديتني أفرتي لكوني سجاشني كودي سنة بتجليعة أيو أركع آن لف أما جبهة ودني حرينتي وقاعدينيا وهوش سووتي إن أصقو بواس عصمي مقال هذا مقدشو سجاشني كودي فرصة دي كواد بهالي إنه شروينيه كواتك قبصت ذلك وغادي يعمل صوم على قلب اللوي غنو ذلك مركا إن جمادو وحيسنا وقتها بقى شيء مركا هالكنا يدور شذي شروينيه كواتك قبصتي كدبنا أي سنة بتجلي أوقات بقى شيء دور شذي سال لسعتين ومدن حق هذا مضبط مكمل غنا وغلسنا عفسن إلا ما إنك إيطاليا أي لوكان قعدت خودك تيل ما أنت هالجن بكوجري وجيه بدن له سيدو كلا قدوميها جوحا ايا وحكا تابطي مرحلات دي ورانتي ساقا شماعت كي تاسو اهيد مرحلات اذاك او صومرت شعبك الصومالي دو اقادين يا ايا جبها دا اوان الف او حلقا اهيد عردان ان 1991 كي جبها دو حي قوستي سينة بتقليعة ما دام دولدي مركا حقوق قفز جبها دي قفزتي او باغضي محوها شعوبتي توبيا وادل نوعو البمالك سوي جوغين اي محوها اي جبها دي دقال ميبا سينة بتقليعة دلك الاسو قلو لقد قلت لهم ان اسبدل كدعي ايضو شاتر قرطي شاتر كاسل لوبل غادي عذول با الا حق عيك تشي الا قويتان حق ولا هذاي هذو جبهه ساسي كتمد وهذو غيدين ترتن كيبي كقلب قشي ان كسو قبضه بدن لا كولنتي وي كو غوليستاي مامولكي اوري دولدان سوماليت با دستاي مامولكا اي دستاي مده لبا سنه و هو هول غلي سيدي او دغان كان marka kowaad oo deegaan Soomaaliyeed ee uga dhigi laha luqadii calankii muuha manhajkii iyo qaabkii shaqo wana ku guuleystay gogol dhigi waaga jabhada ay dhigtay ilaa maanta deegaanka lagu maamulayay waxyaabo badan inkastoo in meelo qaar laga bedelay gudoomiye Cabdiraxmaan ayaa sidoo kale ka sheekeyay marxaladii halganka hubaysan ee ay gashay jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo oo kaashanaysay shacabka aan gumaysiga u liicin ee Soomaalida ogaadeen iyo sidii loo ilaaliyay karaamada dalka iyo dadka kadib markii maamulkii TPLF ee hoggaaminaysay ee EPRDF ahaa uu arkay korriinka degdega ah ee shacabku soo dowladnimadiisi iyo dadnimadiisi u hanaanayo waxay u arkeen khatar halkaas ay markaa ku soo qaadeen weerar xarumaha jabhada jabhadina ay dalka ka mamnuuceen dagaalna ku qaadeen dagaalka wuxuu keenay 23 sano oo halaag ah in jabhadu waxay marka goosatay inay dadkeeda iyo shacabkeeda difaacdo dagaalka dib badan ba dadkeena ka soo gaaray muddo badan uu socday maamulka Tigreega ahaana ilaa uu ku galbado waa la dagaalamay in shacabka wuxuu muujiyay shacab ilaahayna ku xiran dalkiisana difaacan kara xaqiiqsana u taagnaan kara dib kasta la mariyo marka guul buu ku dhamaaday dagaalka inkastoo jabhadu aanay dhulka hanan haddana waxa uu maamulka la dagaalamay maanta ayda uga hadhay dalkii مدني عبد الرحمن شيخ مهدي قدوميها جوحا ايا سيقو تدير وغشيكي وذا هذا الذي إثيوبيا يو اوان لفيا الى وقتك هشيس كان لغو كلاسي ذي مقالة عصمرة اي عاصمة دا دالكي رتريا ان كدب دقالكا مركي اونا ماضي ان مامل عصبة اسبدل باكاد عيتوبيا اسبدل كاسو كوي ميد هلغن كي ديرا شعوبتك لدوان دالكن جوكتي وهلغم يسيا صوماليو كميدا هيد كاسا اسبدل كابوري إن مركو أبي قبصدي تلاوين في عنبو قاضي شروع ذي دتكن معوها جبهة لغو
argagixisa looga dhigay ee wadanka looga mamnuucay uu ka saaray wuxuu ugu baaqay baaq nabadeed. Jabhadu markay qiimeysay xaaladda geeska Afrika ka jirtay, markay qiimeysay duruufta dadkeeda ku nool yihiin, markay qiimeysay ra'yiga caalamka, markay qiimeysay isbeddelka socda, waxa uu muuqatay inay mar labaad fursad siiso nabadda oo halgankeeda u beddesho halgan nabadeed oo shacabka xaqooda ay ka tashigooda xuquuqdooda madani dimuqraadiyad siyaasadeed dhaqaale ay saa ku raadiso ilaa isbeddel kale u yimaada. Kun iyo labadii kun sideed iyo tobankii bishii October 2020-keedii watay dowladda Ethiopia heshiiska kula seexatay Asmara waddankana soo gashay. Ujeeddada soo gashay wuxuu ahaa kow inay dalka muxuu ahaa maadaama ay dagaalka hubaysan keliya ku waday magaalooyinkana ka maqnayd in mar labaad jabhadii dhulka ay kusoo noqoto shacabkeeda la kulanto ay halka jabhadda mar labaad gudaheedii iska dhisto way ku guuleysato maanta dhammaan 11 gobol dalkaba jabhadda uu ka furan yahay xafiisadeedii waana shacabkeeda ayaga looma kala dhaxayo. Midda labaad waxay ahayd sidii ay marka dhaqdhaqaaqeeda siyaasiga ku fashan lahayd heshiiska ka mid ahayd nidaamkii waddanka ka jiray waxaa in xisbiya lagu fuliyo xisbigii waxaweyaan nidaamkiibay muxuu ahaa u diyaar garowday waxay ku guuleysatay inay shahaadada xisbiga hesho u diyaar garowdo doorashooyinka imaanaya. Maanta jabhaddu si waxaweyaan mugla ayaa uga qaadataa siyaasadda ka socota guud ahaan dowladdeenka Soomaalida iyo dalka Ethiopia xafiisyay ku leedahay ilaa caasimadda muxuu ahaa Ethiopia Addis Ababa dirraba xafiisyay ku leedahay dhammaan dhulka Soomaaliyeedna meel walbana xubnaheeda way joogaan. Gudoomiye Cabdiraxmaan ayaa sidoo kale si hufan xogoga bixiyay qaabka ay jawxa u raadinayso xaqa shacabka Soomaalida ogaadeenaya iyo wadada nabad ku halganka ah ee lagu baadi goobaya xaqa ummadda. Ujeeddadan lahayn waxay ahayd sidaaba markaad shacab xaqiisa raadinayso waxaad ku raadinaysaa inaad awoodda dalkaaga qabsato ama dagaal baad ku qabsan kartaa ee xoog ama si dimuqraadiya oo doorasho oo siyaasiyad ku qabsan kartaa. Maadaama si nabadgelyo aan goosan aan ku qaadano marka wadada noo furnayd waxay ahayd inaan doorashada u diyaar garoono shuruudaheeda fulina ka qayb galno. Waana hawsha jabhadu in muddo ku hawlanayd welina way wadaa waxayna u diyaar garoobaysaa doorashada hadday dhacdo bisha juun la saadaalinay ama may inay si buuxda uga qayb gasho kalsooni weyn oo ku qabtaa shacabkeeda. Jabhadda wadaniga xoreynta muxuu ahaa ogaadeenaya hanti ma haysato dowlada lacag ma siiyaan dowlad dhexna lacag kama qaadato waxay ku jirtay kuna jirtaa kuna dagaalamaysa kuna jiri doontaa waa taakulaynta iyo taageerada shacabka Soomaaliyeed ee deegaankan. Jabhaddu waxay kaga duwan tahay xisbiyada kale. Jabhaddu waxay u taagan tahay dalkan inay difaacdo ama afa ku difaacdo ama qalan ku difaacdo ama qoraa ku difaacdo oo aan cidna uga gabanayn dadkan xuquuqdiisa ilaa heer ay ka tashi inay u taagan tahay oo difaacayso ismaamulkooda difaacayso dhaqaalahooda difaacayso xoolahooda difaacayso ganacsigooda difaacayso cirdigooda iyo sharaftooda difaacayso. Waana tay intaasoo mujaahid u dhimatay in ka badan 12,000 oo mujaahid baa u dhimatay 400,000 oo agoona ayaa dalkan Soomaaliyeed maanta ku nool oo aabayaashood u shahiideen dalkan. Intaasoo shacabkii Soomaaliyeed taageerayaasha halganka taageerayay oo warafaasan oo baabacsan baa ku nool. Marka jabhadda shacabka iska leh inta dadka Soomaaliyeed ama ha joogaan daawo ama ha joogaan ilaa muxuu ahaa city inta u dhaxaysa ha joogaan waxay ogyihiin jabhadda waxay u taagan tahay Soomaalinimo xaqa ummadda Soomaaliyeed difaacdo inay dadka xuquuqda soo dhiciso inay midayso inay walaalayso horumarkooda ka shaqeyso meel walbana taageero buuxda ku haysataa. Sidoo kale gudoomiyaha jawxo Dr. Maaday ayaa soo hadal qaaday isku dayo aan tayo badnayn oo lagu doonayo in xubnaha jawxo lagu kala furfuro, wuxuuna gudoomiyuhu sheegay in jawxo ay ka qaangaarsan tahay isku dayada noocaasi ah horaana loogu dayi jiray laguna guuldaraysan jiray. Waayada dambe waxaa soo baxaya in isku day badan uu jiro jabhadda in la kala qaybiyo, in xubno jabhadda ahaan jiray in inta la kasbado ay isku dayaan inay carqaladeeyaan geedi socodka jabhadda, tashwiish badan lagu furo hogaaminteeda, dacaayado badan la furo in la isku dayo in la kala qaybiyo xubnaheeda, in meelaha laga dacaayadeeyo. Laakiin waxa weeyaan dadkaasu kuwo badan oo ka horreeyay baa jiray, taariikh badan bay soo martay, jabhaddana way yaqaanaan, kuma guuleysan weligood, kumana guuleysanayaan. Jabhaddan shacabka Soomaaliyeed baa iska leh, dhammaan shacabka Soomaaliyeed deegaankan ayaa iska leh, agoonteedii baa joogta, nafta horaasheedii baa joogta, waxaa jooga shacabkii u dhibaatooday ee loo kufsaday ee loo dilay xoolahooda loo dhacay baa jooga shacabkeeda difaacanaya. Marka cidna cabsi loogama qabo inay wax u dhinto. Gumaysigii TPLF ee hogaaminaysay TPLF ahaa ayaa 23 sano asagoo quwadda Ethiopia ugu badnaad haystay
وحبك قاضي وياي مركا شخصيات سبب كسته هكوا كلفته وجي كسته الله يالو ما منا لغة غبان كران منا هوري ستاي كران جيد صعد كجيب هدا إن بإذن الله كريم وين يقولي سنة يسا دور شدنا ويكيقلي بقلي سا شعب كذن وكو كرسون ونتي يقنانة كي قدوميها جبد ودني وحورين توقاذين يا مضاني عبد الرحمن شيخ محمد مهدي مادي أيا كن نح نحصدي إن جوحة آيليضاي بسال سياسات إيا أود شعب وعنا قدوميو شيغي إن أي جوحة الله كاشان يسو هنتي عن لين هاي أو محان ميلاك سوق عادنا وضد كين لوق خلدينا ما يستعمالين وحان عمسنا هاي إيمان مسلم بأن هاي إلهي بأن عمسنا هاي شعب كين وشعب مسلم الصومالي شرف له قيم لقيس كافريكا شرف كله كم مغضة يعني إيمان كاسا نمبر ون صلديق نوع وحان كانوا عمسنا هاي حقه إنه كاعدقيها نغالة والبا حوق والبا قول قري والبا إنه حقه كاعدقيها كوي شلي سانا وانو قلي ما انتقو حتي بين نقضين حق هالكاسات كقرنيسا إنه حقه كاعدقيها مركا كالسوني شعب كان نوان هاي سنة وحيدوني أنه وانوقناي وينوقي وحنو تاقنا أنا أنه وما تاقنين جيقو إنان هلو وما تاقنين حول عبورانو إنان محوها إنان مال إنان هلو وما تاقنين وحنو تاقنا هاي عاية كتاك الشعب كسوما وجيب بدا لو مارين كرو إن شعب كرونا مركا إويارين اسمه مولان قناسي وضا إي حوله وضا إي خيراتك وضا إقعانت وضا إكوهستان عددك يجيو وكلا إيه محوها ما إيتوبيا كونو على هذا ما جيس كافريكا ولا على هذا سومالي على هذا سيقولوا لي إنه والله أنت عامل في عملية عشان سكو حرمان نقول كوضة هل تاكو سومالي إنا القاضن ما علي هو البوحوة إذا دقا توردرن نقا أودير أيا نقول كان همينية وكال قيب سمانتين وحيابه إنا لقوها على سكاوي مركا عدة دفاع عيسى أما أفا كود دفاع ذو أما قرالة كود دفاع ذو أما كود دفاع ذو نيادة كود دفاع ذو أما دعاء كود دفاع ذو وحاوين جمادة أو أن لف أما جوحو إن يعني أنقو سومالي بأن هاي ملكة سكايسة 100 من سنين كوي تمنك قبل ونوسي ميهين وحان كوها القمينا ومدى الصومالي إن حرية دي شرف هشام من نمو يمحوها يكون ولاته تاسانا نتاق إنه شخصي أما شخصيات واحد سوسي أما سكر واحد الله وقوش ياقي أوركن أما كتر سنانجر أما كبحصن يبادن وحبو أمهد لما يدعاي دي ذا يفرالك إسمينيان يعني. مركا شعب كينو حنوش ياقي إنه يبادن يودد ذا يكوس عطو إنه تاق إنتهي عمناهد إنه مدسيين إن يريرا ومقع جبهد الشاقينيس إنه ودك اللي حين كريم marka guul baan umada u rajaynayaa Itoobiya waad aragtaan marxalad waxay maraysa kala guura qolo walba waxbay qabsanaysaa danteeda wadata umada Soomaaliyeed hamidooda danteeda ha qabsato waxa weeyaan maanta waxa faa'iido ah guul ah oo jabhadu qayb u libax ka qaadatay in dalkii Soomaaliyeed maanta uu nabad yahay labadaas waan wadaynaa kuwa isku dayay anaga dawladda federaalka la iskaan horkeeno aan dagaalano deeshis ma aanu galeen hadan la dagaalamayno anagu waxaan ku dagaalami karaa mabdi aanan misna markay ka hor yimaadaan marka ay ka tashigeen ay tuuraan لكن هذا سي وحن كل رقم منا هشيس كي أنقلنا إلى هذا وتعني هاي وهي أبدر أن ترسلني نوجر أنا كم تهاي دو دجين تي دت كأنه أقوم تيدنا دي عن تهاي لكن أقوم تيدا إن مجاهد كي شعب كي يقول قد بقود بنا هو يمسك ماي نوالين لو كنا نغفلا وأن تعبنا إن هدي أنقوله السنة ده هذا نوع أي كقول السنة ما هو كذا نهدي السنة وحاول يعني دت كده المنا حق هذا وهلي يعني من نما كوبا غينا ولا تنما كوبا غينا هل سعفيان لنا كتيبة ونبي دت كده كنا يعني وحال الدنيا ده كانوا نسلايان كلا فريستان لكلا قيبيو وسيدة هاري مارك من مل جاي عنايسه وحاويان جوحو من نيمو سكول سلوغن كذا وعها من نيمو منت سكوتاشي الله أكبر تيبا وضعنا الله أكبر إلهي بنا مسنا إيمان بنا لنا هاي ده شعب كنا مسنا وانكو كرسونا هاي وحاويان عد شيء عنا قلنا ما بدل كرتو ما بدأ إننا نجمل اللي حين كرتو كوا جوده هنا الله لكس بدينا نجمل اللي حين كران سيدي بنا وضعنا وان تاغنا هاي شعبك الصوماليد وحنو شاقينا ما انتا انا نقول تاغنا هاي ان وضادي صحده ايضا سارنا هاي سينا بتقاليا الدون كان نقو تاغيرسن دولدا ايتوبيا محوها ما انتا اركيسان انتا بلر كذو اللي اجاي وماشا كليا تشركة ذا يكو قفصة انا بتقالي ذا تاني وحكيني اودا اي قودا انا ودا الى ذا انا ودا ونحوجينا انا حقا انك عمتا قوضا انا قال لك انكور اذيني انا شعب كينا المذين انا ويباهيهين حقا ذا مهلان والله تكورا حوله هذا وما بضح بنانا قاعس كذا وما بضح بنانا لكن وأن الدلالة ما ضح قال لي بنكون كان سنة بإذن الله كريم هي هذا إليهم بأبورن دونا عن الله صوم عابين طلع أيوة دورتين بصابح دونا وحق هذا وتعالى الدفاع يا بإذن الله كريم مركا وحن نكون باقيا من نمو ولا التنمو إن هلاسي كان مالها كصعدنا يوسف إذا نيجي جمين وحمنا جمع قاضيا جو حوي تاجن توين تجنان سعدا كذا نو تاجين هاي وين أقول سنة بإذن الله كريم وحي أقول سنة إنه ما تكل على السماء
حق الشعب كصومالي إنه إنه هلان إنه يستعمل بإذن الله الكريم آدم نو سلامي دمان حمناها جو حميل الجوغان شعب كصومالي بان سلامي قول بان نور الجينية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.